بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آية تحدى الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لابد أن يكون لهذه الآية خصوصية. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دققوا معي هذه اللوحة الهندسية الرائعة أيها الأحبة. جاء عدد كلمات الآية 19 كلمة، وعدد حروف الآية 76 حرفا، أي 19 مضروبا في 4. عدد الحروف الأبجدية أو الهجائية الموجودة في الآية 19 حرفا، مثل الفاء، اللام، الياء، النون، الجيم إلى آخره. يعني الله تعالى استخدم في بناء هذه الآية من حروف اللغة 19 حرفا. المفاجأة أن المجموع الكلي لهذه الأعداد التي تميز هذه الآية، عدد الكلمات 19 زائد عدد الحروف 76 زائد عدد الحروف الأبجدية 19، المجموع 114 عدد سور القرآن. والآية تتحدى أن يأتي أحد بمثل القرآن. بالله عليكم، هل يمكن لإنسان عاقل أن يقول إن هذه مصادفة؟ والحمد لله رب العالمين.